أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. على خلاف مطامح الكتل وما أعلنته الولايات المتحدة سابقا عن نيتها تقليص عدد قواتها في البلاد، حلف الناتو يزيد من قواته 8 أضعاف، وقد علل الزيادة بأنها لإكمال تأهيل قواتنا الأمنية، ولأن تنظيم داعش ما زال قوة تهدد أمن البلاد، وقد يكون ما حدث أمس من مواجهات في الطايمية دليل على ذلك، لكنه يؤكد أيضا تقدم قواتنا وتمكنها من تسديد صفعة استباقية شديدة للتنظيم بقتلها 5 من قياداته كانت تخطط للهجوم على بغداد. لكن تبقى هذه الزيادة حدثا يقلق بعضا من الدول في المنطقة وبعض السياسيين، فما موقف الكتل السياسية التي تطالب بانسحاب قوات التحالف من البلاد، لا سيما وأن الزيادة قد تمت بتنسيق مع الحكومة؟ وهل زيادة هجمات الدواعش منذ مدة تستدعي زيادة قوات الناتو؟ في أي قاعدة ستنزل هذه القوات؟ وهل سنشهد قصفا جديدا بالكاتيوشا عليها؟ وهل لزيادة قوات الناتو صلة بما سيتم من مفاوضات بين واشنطن وطهران التي لاحت علاماتها قبل يومين؟ بين زيادة قوات الناتو وحاجة قواتنا إليها وانعكاسها على أمن المنطقة يمضي اليوم بلا أقنعة، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. الناتو زاد من قواته في العراق إلى 4000 مقاتل بعد أن كان 500 جندي فقط. وأكد الأمين العام للحلف أن قرار الزيادة جاء لتدريب القوات العراقية والانتشار خارج بغداد لضمان عدم عودة داعش الإرهابي. وقال الأمين العام للحلف إن التواجد بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وهذا ما أكده مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، إن حلف الناتو يعمل بالتنسيق مع الحكومة العراقية خلال مهمته المقتصرة على تقديم المشورة والتدريب. واشنطن فقد رحبت بتواجد الناتو، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اعتدائنا على قوات الناتو في العراق يعد تجاوزا على واشنطن. أما القوات الأمنية فهي تصارع الإرهاب في مدينة الطارمية في أطراف بغداد ضمن عمليات ثأر الشهداء بعد تعرض القوات الأمنية هناك لهجمات من تنظيم داعش الإرهابي. شرعت القوات الأمنية بكل صنوفها برد قاس لتتحول المعركة من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إنه وفق معلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون تنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة. وأضاف البيان إنه من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد وإعلامي الفلوجة. رحبوا معي بضيوفي كل من السيد النائب السابق محمد عبد ربه، وأيضا السيد جمعة العطواني محلل سياسي، وأيضا الشيخ مؤيد الدليمي محلل سياسي وشيخ من شيوخ الأنبار. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. وأبدأ سؤالي لك سيد محمد، أريد أعرف شنو حاجة العراق لزيادة عدد قوات الناتو هذا اليوم؟ يعني أنت عرفت أنه الأعداد زادت 8 أضعاف بالعراق، شنو الداعي لزيادة هذا العدد الكبير؟ حياكم الله وتحية لجنابك ولضيوفك الكرام ولمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة نعلم أنه هناك قرار من البرلمان بمغادرة قوات التحالف الدولي العراق، وقوات التحالف بدأت تدرس هذا الخيار وبدأت بعملية الانسحاب. قسم من قواعد العسكرية التي كانت متواجدة فيها أخلتها تماما، بذلك نحتاج إلى سد فراغ للتدريب الأمني وللمشورة وللمستشارين. يعني اليوم كل دول العالم مهما تكون عندها تقنيات متقدمة، مهما يكون عندها جيش، مهما تحتاج إلى التطور العلمي فيما يخص الوضع الأمني.
واليوم العراق كرجال ما يحتاج أعتقد رجال، لكن يحتاج إلى المتابعة الأمنية والتقدم الأمني اللي يصير بالعالم من الناحية الأمنية. يعني نحتاج مثلا إلى تقنيات حديثة العراق ما يمتلكها. نعم. التدريب في بعض الأحيان يكون فاعل في نتائج المعركة. يعني اليوم فرق عن ما تجي مثلا وحدة عسكرية تقتحم مكان معين، وفرق عن ما أنه تقعد هاي الوحدة العسكرية وتدرس الخيارات، طريقة الاقتحام هل هي بوجهة واحدة بعدة جهات بعملية تسلل وهكذا. إذن نحتاج إلى تدريب، نحتاج إلى معدات حديثة، نحتاج إلى أجهزة متطورة، كل هذا قد يكون ما موجود الآن عندنا في العراق، لكن كرجال موجودين، الأبطال القوات المسلحة بكل صنوفها موجودة. لكن هذا مو معناه أنه اليوم أنا فقط أضحي بدماء العراقيين، لا، أنا خلي أستفاد من التجربة الدولية اللي موجودة، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حلف الناتو، التحالف الدولي، أي دولة عندها قدرة فنية متقدمة أنا ممكن أستفاد منها. لكن نقطة مهمة جدا، يعني أنت تحدثت أنها قوات تدريب فقط، هل اليوم عندنا حرب على داعش، نحتاج قوات التحالف يعني، وأيضا غطاء جوي، نحتاج أمور فنية كثيرة يعني بالاتفاق مع التحالف الدولي بين قواتنا الباسلة، قوات الجيش العراقي، وأيضا في كل صنوفه، شلون ممكن هذا اليوم يكون عندنا التعاون مع التحالف الدولي إذا كانت قوات الناتو هي بديل للتدريب فقط الجيش العراقي؟ يعني ما المفروض يكون عندنا قوات تكون بديل للتحالف أو خروج القوات الأمريكية؟ لا شوفي، إحنا أنا أقصد قوات قتالية. تمام. إحنا عندما نقحم السياسة بالأمن هذا خطأ كبير جدا، لأنه الأمن شيء يختلف عن الوضع السياسي. أنا ممكن أقيم حالة سياسية معينة، علاقاتي مع دولة معينة، علاقاتي داخلية، شلون أقدر أتقدم بالبلد، شلون أقدر أقدم. الوضع الأمني يختلف، هناك جهات مختصة في هذا الوضع وهي الحكومة المتمثلة مثلا بالوزارات المعنية. في تقديراتي أنا طبعا، أنا في أثناء عملية التحرير أيضا كنا متواجدين مع القطاعات العسكرية، كان هناك دعم، يعني بعض الأسلحة كانت تأتي أمريكية مثلا على سبيل المثال. مثلا عندنا الدبابات اللي أنا ما أعرف يمكن اسمها T-72 أو ما أعرف اسمها حتى لا أكون يعني أشك أتكلم كلام مو دقيق، لكن أكو دبابات متطورة نوعا ما. هذه ما عندنا، ماكو دولة قلة من الدول اللي عندها هذه القذائف اللي تحملها والقطع الغيار، أو عندنا مثلا على سبيل المثال طائرات F-16. أيضا هناك بعض الدول ما تمتلك إلا دول معدودة اللي تمتلك قطع الغيار وتمتلك الصواريخ، ولذلك يجب على الحكومة أن لا تقطع مثل هكذا تعاملات مع هذه الدول. يعني رغم أنه إحنا نتحدث عن إخراج قوات التحالف، لكن بالمقابل إحنا عندنا عمليات تصير من قبل داعش، إحنا ما أمننا 100%. يعني لا نظل إحنا نروح نحكي أنه ما نحتاج وما لا، خلي نأمن وضعنا، خلي نكون على مستوى من المسؤولية الأمنية، يعني عندنا رجال، وخلي تكون عندنا مثل ما يقول معدات عسكرية متطورة ومتقدمة. هذه الساعة خلنا نطرد التحالف، نطرد الناتو، نقول انتم احنا ما محتاجينكم. لكن هذا اليوم يعني بصراحه، قبل ما انتقل للسيد جمعه، صاعدنا قوات ناتو وايضا التحالف الدولي، يعني صاعدنا يعني زياده بالعدد، فهاليوم شلون نتحدث عن هذا الموضوع؟ يعني هذا الشيء ما ببعد سياسي، ما باضرار سياسيه؟ لا هو شوف، مو قلت لك احنا خلينا نبعد السياسه عن الامن بصراحه، اختصار حتى انتقل. لا انا بتقديراتي طالما اكو مصلحه للعراق فماكو مشكلة، ما عندي مشكلة طالما أكو مصلحة. شكرا جزيلا سيد جمعة. يعني هل التصعيد لتصعيد داعش يعني هذه الأيام وأيضا بالفترة السابقة القليلة يعني من عمليات، هل لها صلة بزيادة عدد القوات الناتو في البلاد، أم هناك أسباب ربما تكون مهمة، ربما تكون أسباب سياسية؟ اليوم أصبح عندنا التحالف الدولي بقيادة أمريكا، وأيضا أصبح عندنا عدد مضاعف من قوات الناتو، اليوم شلون ممكن نتحدث عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ست هيفاء وضيوفك ومشاهدي قناة زاغورس الأفاضل. دعينا ابتداء نعود إلى الوراء قليلا حتى يمكن أن نربط القرار الناتو وحتى موافقة الحكومة بمزيد من هذه القوات. هل نحن فعلا بحاجة إلى هذه القوات أم لا؟ ابتداء بعد العدوان الأمريكي على العراق واستشهاد قادة النصر
وقرار البرلمان العراقي الذي يلزم الحكومة بإنهاء أي وجود عسكري أجنبي في العراق، استجابت قوى التحالف الدولي باستثناء أمريكا وسلمت القواعد المتواجدة فيها في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي، وسمعنا تصريحات لكبار الجنرالات من العراقي ومن قوات التحالف الدولي بأن العراق قادر على أن يدافع عن نفسه وأنه امتلك الإمكانيات والقدرات العسكرية والفنية المؤهلة لأن يكون مدافعا عن نفسه، هذا أولا. وحتى فيما يخص الجانب الأمريكي خفض عديد قواته إلى حد 2000 تقريبا مقاتل. وفي حكومة السيد الكاظمي قبل أن يستوزر السيد الكاظمي تعهد بإعادة جدولة الوجود الأجنبي في العراق وتخفيض عديد هذه القوات. هذه حقائق قد حصلت على الأرض قبل عام تقريبا وأقل حتى من عام. هذه الحقائق جاءت على بناء على القائد العام للقوات المسلحة السيد عبد المهدي والقائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمي. أتصور بناء على هذه المعطيات أيضا لا توجد ثمة متغيرات أمنية وعسكرية كبيرة جدا، إلى درجة أنه العراق يحتاج إلى 8 أضعاف من أعداد حلف الناتو كما تفضلتي حتى يملأ الفراغ فيما يخص الجانب الاستشاري أو الجانب التدريب. يعني إذا كان العراق فعلا بحاجة إلى قوات للتدريب والاستشارة، فمتى علم العراق وقادة العراق أنهم بحاجة إلى تدريب واستشارة؟ قبل أن يتعهد الكاظمي بأنه سوف يعيد جدولة القوات الأمريكية أم هذه الأيام؟ هذا الأمر يفترض أن يجيب عليه أصحاب الاختصاص من المؤسسة العسكرية وتحديدا القائد العام. لكن نقطة مهمة جدا سي جمعة، يعني ما جاوبتني عليه، هل نحن بالفعل بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الناتو؟ يعني ربما هذه صفقة سياسية البعض تحدث بها، مو كلامي ولا كلام القناة، يقول لك هذه الصفقة السياسية لإرضاء الشريك، يعني بعض الشركاء ما عندهم ثقة بالشريك الثاني، خلي أحكيها سنة وشيعة، شوية فقدوا الثقة، فيقول لك هذه الأعداد الكبيرة من الناتو ومكاناتها اللي راح تكون موجودة ربما في الموصل أو في الأنبار أو في المناطق الغربية راح تعزز الثقة، يعني عندما تعلم هذا الشريك أنه هذه القوات أتت باتفاق مع الحكومة العراقية، فهل هذا اطمئنان للشريك اللي ما عنده ثقة، يعني البعض منهم مو كلهم بالجانب الثاني؟ أو لا، على الإطلاق كل القوى السياسية فضلا عن المجتمع العراقي لديه ثقة مطلقة بكل صنوف قواتنا المسلحة، بدليل أن هذه القوات تم خفض عديدها وهنالك ثمة مزاج. أنا ما أتحدث اجتماعي عن التحالف الدولي، أتحدث لا عن الناتو. هو حتى على مستوى الناتو يعني هو بالمناسبة ترى ما في فرق، هو الناتو ولا تحالف دولي، دعيني أقول لك من الأخير هو عبارة عن غطاء لتواجد أمريكا في العراق. لأن وصف. أمريكا هي التي تتزعم التحالف الدولي وكذلك تتزعم الناتو، فتريد أمريكا من أجل رفع الإحراج عن السيد الكاظمي بسبب ضغوطات اجتماعية وضغوطات سياسية وقرار برلمان عراقي، وهي مصرة على البقاء في العراق، فتريد أن تعود من جديد بصفة جديدة وباسم جديد اسمه الناتو. نعم، يعني اليوم ايضا انتم عندكم اعتراض على هذه الاعداد الكبيره اللي وصلت يعني الى العراق، عندكم اعتراض؟ يعني لا، هو مو بس اعتراض او عدم اعتراض، القضيه مو خاضعه للمزاج الشخصي بقدر ما خاضعه للمعطيات. نقول ان الكاظمي هو الذي الزم نفسه بتخفيض عديد هذه القوات. ما هي المعطيات التي الزم فيها نفسه؟ هل هي معطيات امنيه عسكريه؟ فعليه أن يجيب. نحن نتحدث نقول أنه بناء على هذه المعطيات يمكن أن نقبل أو لا نقبل، أما أنه يتعهد أمام البرلمان العراقي. نقطة مهمة جدا قبل ما أنتقل للشيخ مؤيد، يعني بصراحة العراق يحتاج إلى غطاء جوي، يعني يحتاج إلى التحالف الدولي، يعني وربما بسبب الضغوطات السياسية سيد جمعة يعني ذهب للاتفاق مع الناتو حتى ترضى أو يرضى كل الشركاء اللي موجودين بالعملية. لكن في نفس الوقت العراقي لم يقل أنا أحتاج إلى غطاء جوي. فضلت حضرتك مستشار الأمن القومي السيد الأعرجي يقول نحن بحاجة إلى تدريب واستشارة. إما تحتاج إلى غطاء جوي لمحاربة الإرهاب فعليك أن تفصح،
وإما نعم. أنك لا تحتاج إلى غطاء جوي وتحتاج إلى تدريب، أيضا عليك أن تفصح. فما حدا مما بدأ. أنت بالأمس القريب قلت لا أحتاج إلى قوات أجنبية وسوف أخفض القوات الأجنبية، وفعلا تم تسليم نعم. المعسكرات والقواعد المتواجدين فيها قبل بضعة أشهر. ما الذي تغير؟ على أرض الواقع لا جد جديد. نعم هنالك داعش، لكن قدراتنا العسكرية وإمكانياتنا قادرة على أن تلاحق، وهي فعلا نجحت في جبال حمرين وفي غرب الأنبار وقبل يومين أيضا نعم. في الطارمية. خلي أنتقل للشيخ مؤيد. شيخ مؤيد، تشهد المنطقة وليس بلدنا فقط زيادة في التحشيد العسكري، لا سيما في مياه الخليج والآن أيضا بالعراق، بينما الأنباء تؤشر لقرب انطلاق مفاوضات بين أمريكا وأيضا إيران. أريد أعرف شنو مبررات التحشيد هذا اليوم اللي نشاهده. تحية إليك وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الأعزاء. والله يا أخت هيفاء، هي مسرحية أساسها كلها بين اتفاق بين أمريكا وبين إيران، وكلها ضحك على الناس وعلى الدول العربية كلها لمص النفط والمصالح أمريكا، وها كل الدنيا تعرف بيها. نعم. إيش عجب يعني هسه صار داعش؟ يعني داعش هو من أسسه؟ أسسته أمريكا وإيران، هم مرتبطين بالطرفين. زين يعني ليش نضحك على بفسنا؟ يعني هذا الشعب واقع به بس المسكين والفقير، المواطن الفقير، وإلى متى؟ ما حد يفتهم. وبعدين أمريكا الرضانة والما رضانة هي مهيمنة على العالم كله، الرضانة بتواجدها والما رضانة هي مهيمنة على العالم. نعم، لكن قرار مجلس النواب يعني بإخراج القوات الأمريكية يعني أصبح قرار، يعني ربما هذا القرار يعني يلزم الحكومة بإخراج القوات الأمريكية. أختي والله لا مجلس نواب ولا غيره، يعني هذا حكي، يعني هم هسه يصدرون قرار مجلس النواب بالنهار بالليل يروحون للسفارة الأمريكية مقابل شنو القبض؟ شنو الفائدة منه؟ تقصد يضحكون الفائدة منه شنو؟ لا يعني هسه خلينا نحكيها واقع، يعني نحكيها واقع. احنا نريد يعني استقرار. الى متى يعني يبقى الدم بالشوارع؟ يبقى الوضع ما مستقر؟ يعني الى متى هسه؟ غير هسه احنا هسه انا كمواطن اقول الى متى؟ يعني الى متى؟ ماذا نفتهم؟ يعني مصير الشعب بيدون ماذا تفتهمينه؟ نعم، يعني انتم بس شيخ يعني هسه خلي انتقل لين عندي. انتم مع تواجد قوات الناتو يعني اللي تشرف ايضا عليها الولايات المتحده الامريكيه بهذا العدد الكبير، يعني اليوم اصبحت من اضعاف لهذه القوات داخل العراق، وايضا تواجد قسم من التحالف الدولي. نعم هي نعم احنا وياك، احنا مع الموقف، لان قلت لك احنا اذا قلنا اي واذا قلنا لا هم جايين غصبا علي وعلى غيري. هذا يعني هذا واقع الحال. يعني شلون غصبا علي وعلى غيري؟ يعني غير اكو اتفاقيات؟ احنا دوله يعني شلون؟ شنو هالكلام؟ شو لا امريكا ما تعترف باتفاقيه، امريكا حسب مصالحها. نعم ما يعني اتفاقيه، هذا حكي. شلون حكي شيخنا؟ ما عرفته. متفضل سيد النائب. خلينا اخت هيفاء امريكا ما تعترف، امريكا حسب المصالح مالتها اللي موجوده، لا يعني لا يلزمها اتفاق ولا يلزمها دنيا. هسه باستطاعتها باي دقيقه تستحل اي منطقه عندها عادي، هذا واقع حال. احنا ليش ننكره؟ يعني تقصد يعني يقصد انه الشيخ يقصد انه امريكا واقع حال، يعني لا يقدر البرلمان هذا لفهمه ولا اي اتفاقيه تخرج امريكا. نعم. خلينا نشوف. نعم. اي سيد محمد عبد الله. نعم. هذا واقع الحال. نعم. تفضل سيد. هو طبعا تحياتي مره اخرى للضيوف. الشيخ الكريم اراد ان يعبر بس مو بطريقه سياسيه، عبرها. نعم. بطريقه عامه مجتمعيه مثل ما احنا نعبرها في بعض الاحيان، وهو أنه أمريكا تبحث عن مصالحها أينما تكون هذه المصلحة. نعم. سواء كانت مع العراق، سواء كانت مع تركيا، مع إيران، مع أي دولة أخرى، كل الدول تبحث عن مصالحها بما فيهم إيران أو أمريكا أو أي دولة أخرى. نعم. لا على التعيين دون تحديد، قد يكون باستثناء العراق اللي هو يعتبر حالة نادرة في الوقت الحاضر حاليا، اللي هناك من يبحث عن مصالح دول لا يبحث عن مصلحة العراق. نعم. بسبب الولاءات اللي موجودة، هذه الولاءات الخارجية.
الواقع الحالي نحن نتكلم عن دول عظمى، سواء تكلمنا عن أمريكا، سواء نتكلم عن الروس، نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، هذه دول عظمى. يعني احنا نعم ما نريد نتكلم عن عنفواننا وعن شموخنا وعن كرامتنا، نعم، لكن واقع الحال يختلف. اليوم انا ما امتلك قنبلة نووية استطيع ان احددها. لكن تحدث السيد جمعة العطواني كلام مهم جدا، قال لك الناتو ايضا تشرف على الولايات المتحدة الامريكية، مسيطرة. يعني وايضا التحالف الدولي مسيطرة. شلون نفهم رسالة الناتو بزيادة هذا العدد الكبير في العراق؟ ما له علاقة، الناتو هي امريكا، مثل ما تفضل الاستاذ جمعة، امريكا هي مسيطرة في اغلب ما يدور في العالم. نعم. من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية. يعني الان هي تريد ان تحرك هذا البلد او ذلك البلد، تريد ان تخلق مشكلة هنا او هناك، هي صاحبة القرار، لكن النتائج في بعض الأحيان قد تكون محسومة لصالحها وقد تكون لا تحسم. نعم. إذا أرادت أن تحسم الأمور لصالحها تفعل كما فعلت بالعراق. يعني العراق طلعت له شنو هو؟ أسلحة الدمار الشامل، بحجة. نعم. أسلحة الدمار الشامل وارتباطها بالقاعدة وما إلى ذلك، جت احتلت العراق. ما حد يقدر يقف قدام أمريكا ويقولها لا. لكن أكو يعني عدد كبير، يعني مو قليل، عدد كبير من السياسيين وكتل وأحزاب سياسية تدعم أمريكا، يعني واقفة بالجانب الأمريكي وتقول لك وجود أمريكا هو ضمان إلي. لا، هذا خلنا نتحدث عن جهتنا. أنت تقصدين؟ لا يعني بس أستهدف. نعم. بصراحة يعني. لا لا، نتحدث. شوفي، إحنا من 2003 يعني البعض يدور له أقليم، يعني أنت تعرف هاي. إحنا نعرف. هاي يشتغلون على أقليم وأمريكا تدعمهم. وراح يكون هناك أقليم. حتى أبين وجهة النظر. نعم. تمام، بوضوح. إحنا من 2003 إلى 2014 أو إلى 2011 قبل لا تروح ينسحبون الأمريكان، كانت هناك ما تسمى بالمقاومة، وهنا. نعم. أقصد المقاومة ضد الأمريكان تحديدا. نعم. أنا ما إلي علاقة باللي ينتبش ويفجر نفسه على العراقيين وعلى الشرطة وعلى الجيش، هؤلاء ليسوا مقاومة بالنسبة لنا بوجهة نظرنا، هناك مقاومة ضد الأمريكان. نعم. بالمقابل طبعا هذه المقاومة مو كانت في مناطقنا موجودة، في محافظاتنا، وكانت في محافظات الجنوبية قسم منها موجود، لكن الغالبية كانت في محافظاتنا. كان هؤلاء يتهمون بأنهم أربعة إرهاب، ولا زالوا هناك من الناس اللي يعرفهم. نعم. يعني بالسجن. بالسجن. نعم. اللي يعرفهم اللي كانوا يشتغلون تحديدا على الأمريكان، ما لهم علاقة. لا بشرطي لا بجندي لا بكذا، على الأمريكان، واللزمة محكومين حاليا. طيب، بعد هذه الفترة الأخوان مو كلهم، خلنا نقول أيضا في الشيعة، لا حتى في الشيعة، يعني كانوا يعتبرون الأمريكان محررين. نعم. وليس قوات احتلال. أنا ما إلي علاقة، ما أجي أفصل منه ما منه، أنا دا أقول أكو ناس كذا وأكو ناس كذا. أنت تحكيها هسه على شنو خايف؟ لا مو على الخوف، أنا ما عندي وقت يعني. أجي أفصل فلان قال كذا وفلان قال كذا يعني وطلع منه دي حكي. يعني تفضل. قسم من عندهم كانوا يعتبرون القوات الأمريكية هي قوات تحرير وليست قوات صديقة. نعم. لا مو صديقة، تحرير تعتبر. وشاهدنا كثير من عندهم لقاءات معاهم وقدموا لهم هدايا. طيب، دخلت داعش. بعد داعش يعني صار أنه هو يقول لك هاي القوات الأمريكية قوات احتلال. طيب. نعم. أنا قبل كنت أقول لك احتلال ما تقبل. نعم. كنت أقول لك هاي القوات احتلال وجاء أقاوم بيها وأضرب بيها وكذا، لا تجي تسجني. اليوم أنت اعتبرتها قوات احتلال على أي أساس؟ بهذه القوات أيضا جاية بطلب من الحكومة وأنت. نعم. تعتبرها قوات احتلال. طيب، هل من المنطق اليوم أنت تحصر تفكيري بتفكيرك أنت؟ متى ما تشاء أنه تعتبر هذه قوات تحرير لازم أنا أعتبرها قوات تحرير، خلاص ما عندي أنا رأيي ما مسموع. بس رأيك. نعم. اعتبرتها قوات احتلال لازم أنا أجي معك وأعتبرها قوات احتلال، لا مو هذا المنطق. المنطق أنه أكو بلد احتل، قلنا هذه قوات احتلال، ما اتفقت معاي ممنون من عندك، أنا ما عندي مشكلة. الآن بعد 2014. نعم. أنا اجتني داعش اللي هي ورقة مخابراتية نعرفها زين، تدار من قبل دول كبرى وتدار من قبل حتى دول مجاورة، وكانت ساهمت دول مجاورة في إدخال داعش. نعم. على العراق. اليوم أنا جاني هذا الخطر، ما قدر مع جل احتراماتي ما قدرت القوات الأمنية في ذلك الوقت أن تصمد أمام هذه العصابات ودخلت واحتلت مناطقنا. طيب، جت عمليات التحرير، لا زلنا نسمع في بعض الأحيان من قسم من الإخوان يقول لك إحنا حررناكم. طيب، أنا من اللي خلى داعش تدخل؟ نعم. ليش ما قاومت حتى ما تدخل داعش؟ هذه واحدة. نعم. اثنين، اليوم صار التحرير بجماعة عراقية بكل القوات المسلحة العراقية بدون استثناء، من شخص لا هذا ولا هذا. لا تجي أيضا تحملني تقول لي أنا حررتك، أنت. نعم. عراقي وجيت وفق المبدأ العراقي حررت مناطقنا، كل المناطق بشكل عام من داعش. ثلاثة، اليوم أنا دا أشوفك خطر على 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 مناطقي، أنا دا أشوفك خطر. نعم. لا خطر وين؟ خطر داعش. خطر داعش وخطر آخر بصراحة. خطر اليوم تدخل بعض الأحزاب. بالضبط. اليوم أنا يعني على شنو تخاف؟
سيد معالي تدخل بعض الأحزاب الشيعية احكيها. ليش واحنا شو كنت خفنا حتى نخاف؟ لا لا مو احكيها حتى الناس طيب اذا اعطينا مجال حتى نحكي نتسلسل تدخل مو حتى إجابة. لا لا بدنا نحكي بالتسلسل هي مرحلة مرحلة حتى لا ينقطع الحديث. تفضل. اليوم انا عندي بالموصل في محافظة نينوى عندي الاقتصاد في محافظة نينوى منهوب من قبل بعض الأحزاب اللي هي من بغداد وتدعم بعض الفاسدين اللي موجودين عندي في محافظة نينوى، وعندي بعض الناس وبعض الفصائل اللي تدعي انتماءاتها للحشد ولجهات أخرى أيضا متدخلة في كل شيء، فيما يخص الصناعة، فيما يخص الزراعة، فيما يخص التجارة، فيما يخص تقطيع الأراضي. نعم. ونسمع بالموصل ونشوفهم الناس اللي حتى وصل الحال أن المواطن اللي يريد يتكلم كلام يقول لك أنا لا أطلعون وجهي لأن أخاف لا يجون يعتقلوني وأخاف لا. طيب من يعتقله؟ يقول ايش تجيني جهات ما اعرف تجي تعتقلني جهات. نعم. سيارات ولابسين سود ولابسين كذا ويجون يعتقلوني تابعين. طيب. للجيش ما يعرفون ما حد يعرف قد يكون تابعين للجيش لجهات عسكريه تحت غطاء الدوله باسم الدوله غطاء الدوله لفصائل لكل. نعم. شيء موجود. طيب انا في هذه المحاولات اللي موجوده اللي اتذكرها اكيد انا اخاف على نفسي واخاف على مجتمعي اطلب حمايه. نعم. حمايه لان الدوله اصلا هي محاميتي الدوله اللي. نعم. اعرفها تطلب علي. حمايه امريكيه لا 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 مو امريكيه لا عفوا لا مو امريكيه دوليه انا اريد حمايه مشتركه انه الدوله من تكون قادره على حمايتي وفعلا تحاسب المخالف انا معاها لكن عندما ما تقدر تحاسب المخالف ومن اكو خطر ايضا مره اخرى من داعش وما عندي قوات أنا ليش ما أطلب حماية مشتركة دولية مع 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 الدولة تكون غطاء للجميع أما ما أروح للجانب الأمريكي هذا نقطة النقطة الأخرى الإقليم يعني هو ترى مو حرام من الموصل والأنبار الطالب بالإقليم لأن يعني البصرة الطالب بالإقليم. نعم. شنو اللي يخلي البصرة حلال الطالب بالإقليم خلي جاوبك نرجع وشنو اللي يمنع أنه الموصل نقاط. أو الأنبار نقاط. الطالب بالإقليم نقاط يعني نقاط مهمة جدا سيد جمعة تحدث بها قال لك نحن من كنا نعتبر الأمريكان احتلال وحاربنا الأمريكان ولحد الآن جماعتنا ولدنا هسه مسجونين بأربع إرهاب ولحد الآن ما طالعين وكانت القوات أو الجهات الأخرى تعتبرها يعني والله ما أعرف إيه إرهاب يعتبرون تفضل لا لا الشيعة كانوا يعتبرون الأمريكان صديقة قوات حررتهم من النظام البائد يعني مع الأسف يعني تغيرت الموازين ما أعرف شنو اللي صار تفضل لا سيد هيفاء أولا خلينا نعيد صياغة الموضوع من جديد يعني ليس نحن وأنتم كما يقول الأستاذ محمد لا نحن نحكي عن أستاذ جمعة خليني أوضح الكلام مالي مو نحن وأنتم لكن بالسابق يعني نتحدث بكل صراحة وتعرف عني مواقفي ومواقفي يعني بينه وتعرفها أنت بس بالسابق كانوا السنة هم المحارب الأصلي للأمريكان وكانوا يعتبرون الأمريكان يعني محتل وكان عدد كبير من أهل السنة يعني بصراحة حتى الشيخ أبو ريشة اللي توفى يعني انقتل استشهد على إيدين يعني الأمريكان يعني كانوا يحاربون ويقاتلون الأمريكان لكن كانت أطراف بعض الأطراف الشيعية خلينا نتحدث يعني كانت تعتبر أنه قوات أمريكا هي قوات تحرير قوات صديقة قوات حليفة وكانت أيضا صدرت يعني بالتعاون مع الجميع يعني قانون أربع إرهاب اللي لحد الآن الجماعة الداخلين جوا ما طلعوا تفضل عيون أستاذ لا عين سيفاء أولا هو تقسيم أن على أساس الأمريكان محررين أو محتلين مو يأتي على أساس طائفي سني شيعي كردي وإنما على أساس مواقف وطنية. نعم. بعض الشيعة مع بعض السنة وكل الكرد. نعم. اعتبروا الأمريكان محررين. نعم. وبعض الشيعة وبعض السنة باستثناء اعتبروهم احتلال. صحيح. المقاومة جاءت من الطيف الشيعي والطيف السني على حد سواء. صحيح. يمكن ذاكرتنا تسعفنا لما أحداث الفلوجة ترى مواد غذائية وأسلحة ومواقف جاءت من أبناء الوسط والجنوب. نعم. ويمكن لحد الآن الوثائق الأمريكية تشير إلى مواقف كتائب حزب الله عصائب أهل الحق النجباء فضلا عن جيش المهدي. نعم. هذه مواقف لا يغفلها أي. نعم. مراقب لأنها لا زالت حية فالتقسيم على أساس أن الشيعة أو على قد تقدير بعض الشيعة البعض. بعض الشيعة مع. نعم. الاحتلال وكل السنة ضد الاحتلال هذا كلام مو صحيح. صحيح. أقول بعض السنة مع بعض الشيعة اعتبروا الاحتلال محررين والبعض الآخر من الشيعة والسنة لهم مواقف مشرفة ضد الاحتلال. صحيح. هذا يجب أن نتفق عليها باستثناء الكرد لهم مواقف قضية أخرى فلهذا يجب أن لا نتعاطى وفق هذا المعيار على أساس طائفي القضية الأخرى
الآن نحن محتاجين. لا لا، نحن بس حتى نوصل فكرة، مو على أساس طائفي، لكن نحن نتحدث عن التغيير بالمواقف. يعني مثل ما تحدث الشيخ يقول لك يعني المواقف دائما تكون متغيرة، حتى عند القوات الأمريكية. يعني في السابق من كان صديق، اليوم ربما لا. هو نفس ست هيفاء، الذي كان يعتبر الأمريكان عدو هو لا زال يعتبر الأمريكان عدو. نعم. سواء كانوا سنة أو شيعة، والذي كان يعتبر الأمريكان أصدقاء لا زال يعتبر الأمريكان أصدقاء. نعم. لم يتغير. ولهذا عندما يريد أحد أن يرحب بالأمريكان أو بقوات أجنبية، لا يقول أن الشيعة أو يتجه باتجاه بعض الشيعة الذين قبلوا بالأمريكان. نعم. يجب أيضا أن ينظر إلى الزاوية الأخرى من الشيعة. الآن نحن ماذا نحتاج؟ نحتاج قوات استشارة وتدريب، لو نحتاج قوات لحماية بعض المناطق. الآن الحديث عن وجود استشارة وتدريب. نعم. التحالف الدولي أو الناتو يقول، والحكومة العراقية تقول، هذا أولا. اثنين، إذا قبلنا بأنه وجود تحالف دولي أو ناتو لحماية بعض المحافظات، هذا بالتأكيد طبعا يمثل خلل في بنية قواتنا المسلحة وفي مواقفنا السياسية. يجب أن نحاسب الحكومة العراقية، لماذا الآن نضطر إلى وجود قوات أجنبية حتى تحمي أبناء شعبنا؟ ليش؟ لكن نقطة تحدث بها سيد، يعني السيد النائب السابق محمد عبد ربه، قال لك في مناطقنا اللي حرروها. اي نعم. يعني قال لك أكو هناك انتهاكات، هذه الانتهاكات اجتنا من بعض الأحزاب بالضبط. اللي جاية من بغداد والمناطق الجنوبية إلى محافظاتنا، وهذه الأحزاب البعض منها تحدث، يعني ربما عنده فصيل مسلح، ربما عنده جهات مسلحة، يعني بدت هذا حديثك تعب بالناس. يعني حتى بس فيقول لك اليوم أنا أريد حماية دولية بالتعاون مع الحكومة. أولا كوني على ثقة، أولا إذا كان هنالك خلل أمني في بعض المناطق ويمثل تهديد للمجتمع العراقي في بعض المحافظات، هذه مشكلة مسؤولية الجهات الأمنية. يجب أن نحاسب الجهات الأمنية والقائد العام هي القوات المسلحة قبل أن نستعين بقوات أجنبية، هذا أولا. ثانيا كوني على ثقة، الدولة العاجزة عن توفير الأمن لمجتمعها من خلال قواتها الرسمية، فبالتأكيد لا تستطيع أن توفر أمن مجتمعي من خلال قوات أجنبية. نعم. لأن هذه القوات الأجنبية تعرفين أنت كم منطقة يحتاج أن يتواجدون فيها؟ يعني 170 ألف أمريكي في عام 2003 دخلوا العراق ولم يستطيعوا أن يوفروا أمن لمناطقنا، واستطاعت القاعدة أن تعبث وتفتك بكل أبناء الشعب. نعم. العراقي. فمن كان عاجز عن توفير الأمن من خلال القوات الأمنية لبلده، فهو من خلال القوات الأمنية الأجنبية أعجز. هذه خليها قاعدة. لكن نتحدث يعني كلام، يعني أريد تجاوب يعني بكلام منطقي سيد جمعة. يقول لك يعني أكو جهات عندها سلاح، تجي ملثمة تأخذ العوائل. يعني هذه من يحميني منها؟ المواطن اليوم أصبح يعني خايف من هذه الجهات. يعني إذا الدولة ما تقدر تحمي، يعني يقول لك الدولة والحكومة ما تقدر تحمينا وتحمي المواطنين، فنطالب بي أيضا، يعني طالبون ب لا احنا شوف حتى يعني حتى بس يوضح لك الفكره حتى اطلع عني منها. اسمح لي استاذ جمعه، بس اذا اسمح لي، احنا اكو خلل بنقول للحكومه هذا الخلل، عالجي هذا الخلل. نعم. اكو عندنا فصائل لتبتز المواطن، اكو عندنا سياسيين حراميه عندها سلاح نعم. اكو سياسيين حراميه مدعومين من بعض الكتل السياسيه من بغداد مش شيعيه، احكيها حتى نعرف. احنا يعني احنا مو نريد ناخذ دائما بس شيعه. لا لا مو نحن هسه واضحه الامور، واضحه حتى نسمي الاشياء المسلمه. على سبيل المثال عندي، على اذا اخذ مثلا الحشد الشعبي. نعم. اليوم انا اريد لي مثلا لواءين ثلاثه من العرب السنه في محافظه نينوى، ما عندي. نعم. يعني ما متكاملين، اروح مثلا الاخوه الشبك عندهم لواء، اروح لليزيدية عندهم لواء في محافظتنا ولا اتحدث. نعم. اروح للمسيحيين عندهم لواء. طيب هذول مو هم اغلبيه في محافظتنا نينوى، الاغلبيه هم العرب السنه، جل احتراماتي لكل المكونات الاخرى اللي موجودين، ما عندي. نعم. مشكله معهم، لكن انت من ما تدعمني بهذا التوجه، تريد تقصر ايدي بهذا التوجه. انا اقول الحكومه اكو خلل، عالجي هذا الخلل. نعم. اذا ما تقدر تعالجه، من راح يحميني اني كمواطن؟ من يحميني؟ ما عندي حمايه. انا اضطر انه اقول لازم تكون هناك قوات أجنبية. نعم. تتفاهم مع الحكومة المركزية على مثلا
إخراج هذه الجهات على مثلا عدم التدخل بهذه الطريقة، حماية الأمن بالطريقة اللي تشوفها مناسبة للحكومة ومناسبة الحكومة مدزت على حلف الناتو ليدرب شو اسمه، خل أيضا بنفس الطريقة شلون تتعامل أن تقضي على ما يحصل في هذه المحافظات. تفضل أستاذ جمعة. شوف هذه كلها إجراءات فنية أستاذ محمد. تمام. يعني إذا كان هنالك أغلبية شيعية في الحشد الشعبي في الموصل فيمكن أن تعالج من خلال الأغلبية السنية بالجيش العراقي، أن تختلط معها ويصير حالة من التنسيق والتوازن الإثني الطائفي القومي إلى غير ذلك. هذه قضايا كلها إجراءات من واجب الحكومة، يعني هذه قضايا سهلة مو من الصعوبة بمكان إلى درجة أننا لا نستطيع أن نحلها إلا من خلال وجود قوات مناطق. هذا أول. هذا أول. النقطة الثانية، إذا اتفقنا لا يقول لك ما نقدر نحلها، مو حتى نصل، ليش ما تقدر نحلها؟ أقول هاي مشكلة الحكومة. أنا أستاذ محمد ما نحلها. الحكومة ما تقدر تحلها لسبب واحد، يقول الحكومة ليش أنا أقول أضعف من القوات المسلحة. هذا الأفهم من كلامك، هذا تقصده؟ الحكومة أضعف من القوات المسلحة والفصائل المسلحة. أنا أستاذ جمعة ما قاطعني فما أريد أقاطعه، أريد ينطي فكرته وبعدين أتحدث. تفضل أستاذ جمعة. تفضل. إحنا شوفوا شنو الحكومة وقوات مسلحة. هي الحكومة عبارة عن جزء منها هي قوات مسلحة، هي جزء من الحكومة. لما نتحدث عن حكومة يعني وزارات أمنية ووزارات عسكرية، فما معقول الحكومة غير قادرة أو هي أضعف من الحكومة ككل، هي أضعف من الجزء. هذا مو قضية مو منطقية. لا. يعني الحكومة أضعف من الجيش العراقي، والحكومة أضعف من الشرطة الاتحادية، والحكومة أضعف من جهاز مكافحة الإرهاب، والحكومة أضعف من الحشد الشعبي، والحكومة أضعف من الشرطة المحلية. وهي شنو الحكومة؟ هي كل هاي الجزئيات اللي تحدثنا عنها. فيفترض بالحكومة إما أن توفر الأمن للمواطنين، أو هنا تأتي مسؤولية البرلمان العراقي. إحنا مو نتحدث عن مؤسسات دولة مؤسسات أو غير ذلك، فما تخضع للمزاج. اثنين، إذا مثلا أنا ما أقبل بوجود قوات ناتو، أستاذ محمد يقبل بتحالف ناتو، وحضرتك مثلا تقفين على الحياد، وهكذا، من الحل أين يكمن؟ الحل يكمن من خلال السياقات القانونية والدستورية، مو بكيفي أنا ولا بكيف أستاذ محمد. بالتأكيد أكو أمزجة مختلفة في قناعاتها. فيفترض مرة أخرى أن نعود إلى الجهات المؤسساتية اللي من خلالها تتخذ القرارات. القرار المتخذ هسه على فرض أن حكومة الكاظمي هي التي دعت ما يسمى بحلف الناتو، هل هو هذا التحالف الناتو لحماية المواطنين من الجماعات الملثمة لو للتدريب والاستشارة؟ إذا كان للتدريب والاستشارة فما حلينا الإشكال اللي تحدث عنه أستاذ محمد، باقي الإشكال قائم. ولهذا علينا أولا أن نحل الإشكال القائم بتواجد ناتو أو بدون تواجد ناتو، لأن هذه مشكلة مجتمعية بالواقع. المجتمع العراقي إذا ما يشعر بأمان كيف يمكن غدا يذهب إلى الانتخابات؟ أستاذ جمعة، هذه المشكلة اللي تحدثنا بها هي مشكلة داخلية. بالضبط. الحكومة غير قادرة على حل هذه المشكلة الداخلية. أنا راح أختلف معك في مفردة. أنا ما أقول أنه الشرطة هي أقوى من الدولة أو من الحكومة، لا، الشرطة هي أضعف من، مع جل احتراماتي وعفوا للتعبير وأتمنى أنه لا يفهم الكلام بغير شيء، الشرطة هي أضعف من الجماعات والفصائل المسلحة. تحدثنا مع جل احتراماتي للجيش، الجيش في بعض الأحيان لا يريد أن يصطدم مع الجماعات المسلحة. يعني خلنا نعطي مثل، قبل فترة الأخوة في التيار الصدري خرجوا في بغداد بقوة عسكرية مخيفة، وقبلها العصائب خرجت، وقبلها الجهات الفلانية. إذن هناك قوة تخرج تقول أنا تحت غطاء الدولة وأنا أبو مرة الدولة، لكن المواطن ما يفهم هاي الأمور. المواطن من يباوع يقول أنا ما عندي دولة، لو عندي دولة ما خرجت هذه. فإحنا مشكلتنا داخلية، هل نحن قادرين على حل هذه المشكلة الداخلية؟ والحل مبين، واحد اثنين ثلاثة، أخي أكو هاي المجاميع، أكو هاي الفصائل، أكو هذه الجهات، قادرين أو ما قادرين اسحبهم، بس الحكومة غير قادرة على أن تتخذ مثل هكذا قرار. خلينا نكون واضحين، ليش ما قادرة؟ إمكانياته. يعني اليوم يعني قل لك الحكومة يعني تحت مظلتها شرطة ما تقدر ما تقدر. يعني اليوم الجيش لا قدر الله عندما خرجت بعض الجهات المسلحة اللي تابعة لأحزاب وتابعة لهد، لو صاير أي احتكاك بيناتهم يصير معركة، يصير دم، يصير مذابح. إحنا ما نتمنى هذا الشيء، يعني ما نريد أن توصل الأمور لهذا المستوى. ولذلك الجيش في بعض الأحيان ما يريد يحتك حتى لا تصير معركة ومعركة عراقية فيما بينهم. إحنا نقول إذا كانت هذه القيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام قادر على إدارة شؤون الأمنية للبلد، أهلا وسهلا. لكن إحنا ده اللحظة هو غير قادر على إدارة هذا الملف بصراحة. أنا اليوم أريد، عندي بصراحة، أنا أقول
عندي في محافظتين، انا اريد جيش واريد شرطه محليه، الجيش خارج المحافظه بالحدود واريد شرطه محليه داخليه، ما اريد لا حشد عشائري عندي داخل الموصل، ولا اريد حشد شعبي، ولا اريد اجهزه امنيه اخرى، ولا اريد فصائل، ولا اريد اريد شرطه محليه هي المسؤوله عن عن الامن الداخلي. نعم. واريد الجيش يكون على الاطراف. وين المشكله؟ غيرك يريد استاذ محمد، غيرك يريد حشد ويريد عشائري. لا لا استاذ جمعه، على عيني وعلى راسي، غيري غيري خلي غيرك من اهل الموصل. لا لا عفوا عفوا لا لا عفوا عفوا انا اريد ابني دوله، غير اذا اريد يبني دوله هاي السياقات. نعم. اما اذا ما يريد يبني دوله، انا عندي حشد، اللي احكي معك انا عندي حشد، عندي فصيل مال حشد، بس انا الفصيل اللي عندي امشيه على القانون، ما اقبل انه يتجاوز يروح يتدخل بالامور التجاريه والصناعيه والكذا نهائي، بس غيري دا يتدخل. وانطيك امثله، انا اعرف احد قاده الحشد في محافظه نينوى. نعم. في محافظه نينوى انا عضو برلمان وغيري اعضاء برلمان وغيري يمتلكون المال اللي عندهم بسيط، اللي كان ما نريد نقول احنا زناقين واغنياء. نعم. ثق واعتقد بالله اشترى بيت ب 80 دفتر في نينوى، وانا ما اقدر اشتري هذا البيت بهيش رقم. ليش؟ هو جاء خارج من نينوى؟ خارج هو لا 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 هو من نينوى، بس عنده تواصل وعنده تواصل مع منه؟ مع قيادات بالحشد ومع الهيئه. يشتري بيت ب 80 دفتر يا رجال، تاجر ما يقدر يشتري بيت ب 80 دفتر. نعم. ويشتري مزرعه بجهه بمكان اخر ب 60 دفتر، اعرفه بالاسم، واذا يريدون يحققون خلي يجون اقول لهم هذا فلان وهاي مزرعته وهذا بيته. هذول قسم من عندهم جايين على اقتصاد، على خراب بلد. نعم. من اقول لك انا اريد شرطه، لان هذا اللي يريد. نعم. يريد حشد ويريد غير جهات ويريد غير امور بعض الفصائل، هذا يريد يستغل اقتصاديا. بس نقطه مهمه جدا استاذ محمد، يعني افهم من كلامك انه انتم عجزتوا يعني مقادرين بصراحه، ونحن نسمع الحكومه نقول اكو اخطاء. يعني اسمحي لي استاذ، واسمع لي استاذ جمعه والضيف الكريم ولو تاخرنا عليهم. نعم. بال 2014 قلنا يا اخوان ترى اكو اطار مال دوله. نعم. بس بالداخل ترى الدوله منتهيه، القاعده تاخذ خاوات من كل المحافظه. نعم. من المقاول تاخذ، من بازيخانه تاخذ، من التاجر تاخذ. كنا نحكي وما حد يسمعنا، حاطين بدانهم قطن الى ان وصل ما وصل. هسه انا دا اقول واسمعوني. نعم. هسه اكو نفس العمليات، تقطيع اراضي ياخذون فلوس من عندهم، تجار ياخذون، بدي اقول لك قسم من الفصائل، قسم من السياسيين، قسم الناس مو من محافظه نينوى يجون ياخذون قطع اراضي في محافظه نينوى وهم مو استحقاقهم. نعم. وقطع اراضي متميزه ب 300 مليون و 400 مليون بحجه انه هذا ضابط ومنتسب لجهه امنيه. نعم. ولازم ياخذ قطعه ارض. تقطيع الاراضي، تسويق الفلاحين، التجاره، الصناعه، الحديد، السكراب، كل شيء هسه في محافظه يعني نينوى نفس الوضع. يعني افهم من كلامك سيد، فنقول اخوان. نعم. تابعوا. افهم من كلامك انه بحجه هاي يعني تسمعها سيد جمعة مو كلامنا، بحجة أنه حماية الأمن في محافظة نينوى بدأ استغلال هذه المحافظة اقتصاديا وماليا وسرقة هذه المحافظة، هذا ما تحدث به السيد محمد. وقسم من أبناء نينوى، أنا اللي ذكرت أحد قادة الحشود من أبناء نينوى أنا حتى. نعم. لا نعم. وأكو نعم. ناس آخرين من خارج المحافظة. يعني أنت تتحدث باسم الأمن. بالضبط باسم الأمن يستغلون هذا الوضع. نعم. ما تقبل نهددك. خلينا نشوف الشيخ مؤيد يعني طابق السيد محمد عبد ربه بهذا الكلام حتى تجاوب سيد جمعة. يعني تفضل سيد الشيخ. أخت هيفاء، أنا قبل أسمع من السياسيين الحل الأمثل للأقاليم والهذا، والله أول واحد أنا شنت رافض، يعني اقول هذا يتقسم العراق والدنيا بس على الظلم. دا اشوفه يعني هسه بالوقت الحاضر بالعراق، والله ما صار على اليهود، والله هسه انا اول واحد ادعي على الاقليم، لان نخلص يعني هسه شلون هسه مثلا كردستان، شوف الناس شلون عايشه برفاهيه، بعيشه محترمه راقيه، قيمه للانسان، وتفترين براحتك. هسه يعني اللي يطب بغداد ما مأمن على حياته يمكن دقيقة. فأفضل شيء هسه أنا برأيي أقول واحد يخلص لا أمريكي ولا إيراني ولا فلان ولا علتان، أفضل طريقة هو الأقاليم هسه بالوقت الحاضر. يعني بما أنه أنت شيخ من الأنبار، يعني هل يعني نسمع كثير شيخنا أنه يعني بعض السياسيين بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى أقليم، يعني وشكل أقليم الأنبار، يعني أكو هيك حكي؟ لا لا، إحنا حتى الله فوق، أنا إحنا دمار الأنبار هو. نعم. انهجم من السياسيين مال الأنبار. نعم. مو من خارج الأنبار، يعني هذا واقع حال. إحنا. نعم. من صارت المظاهرات
يعني ولو يجوز بعض الأطراف تزعل من صارت المظاهرات، قاموا الناس الأبرياء الفقراء يعني على صيت أكو نساء بالسجن وهذا، فقامت الناس. بس من اللي قومها؟ قوموها أحد قادة الأحزاب اللي موجودة ببغداد من الحزب السني، يعني مريد ولو أذكرها من الحزب الإسلامي. نعم. شو إلي ما قام الفقير وطلع، وهذا على حسب الأصول الناس قبت يعني شو قعدة ويا القيادات مال المسلحين والأمة العربية، واحد الطوبة نصب محافظ وواحد وقسم منهم أعضاء برلمان، وقع بيها الفقير المهجوم بيها. نعم. زين، هي هاي العدالة؟ احنا لا والله ما عدالة. هسه بالإقليم أنا خلي أحكي ويا سيد جمعة، خلي جاوبنا يعني، يعني بعفوية الشيخ مؤيد الدليمي يعني حكى كلام مهم جدا سيد جمعة، يقول لك الناس اللي اشتركت يعني ربما بالمظاهرات بأشياء كثيرة، سيد جمعة العطواني إذا تسمعني، يقول لك يعني قعدوا ويا السياسيين وانطوهم مناصب ووزارات وأيضا صاروا محافظين، والناس الفقرة راحت بالسجون وانداست بالرجلين، يعني مع احترامي لكل الناس الطيبين والناس اللي كانوا يطلعون يعني. نعم صح. من أجل الخدمات ومن أجل يعني أشياء مطالب يعني للناس، لكن مع الأسف يعني هم مع هي الأسف. هذه الست هيفاء الظاهرة مضطردة في كل المحافظات، يعني الظلم الآن منتشر في كل المحافظات، وإلا الأسباب التي دعت بعض السياسيين أو حتى أهالي الموصل بالمطالبة بإقليم، وكذلك بعض العشائر في الأنبار مطالبة بإقليم، هي نفس الأسباب التي دعت أهالي البصرة بالمطالبة بإقليم. نعم. نفس الظلم موزع على العراقيين ونفس الإجحاف بنسب متفاوتة طبعا بالتأكيد، وكذلك التهديد الأمني هو أيضا موزع على المحافظات أيضا وفق هذا الانفلات الحاصل. نعم. لكن أقول مرة أخرى أنه الحل مو باستجلاب قوات أجنبية، ما راح يحل. نعم. أنت ما ممكن توقف لك جندي بريطاني أمام كل بيت بالأنبار أو البصرة أو بقية المحافظات، ولهذا الحلول نعم بإقامة أقاليم قد تكون إحدى الحلول الناجعة، لكن الآليات في تطبيق هذه مو قضايا يعني شخصية أو عشائرية، هنالك سياقات دستورية وهنالك سياقات قانونية. حتى اللي ذكر السيد محمد قضية الفساد في بعض المؤسسات الأمنية وذكر ربما الحشد منها، أيضا هذا لا يعني عدم وجود فساد في بقية مؤسساتنا. تذكرين بيان حيدر العبادي؟ نعم. قال أكو 50,000 فضائي. تخيلي 50,000 فضائي، تعرفين قد عددهم؟ يعني قد نص عدد منتسبي الحشد الشعبي. هؤلاء أين تذهب أموالهم؟ إلى كبار الضباط في الجيش العراقي. تدرين أيضا اليوم بعض صغار ضباط الجيش العراقي أيضا لديهم إمكانيات مالية أكثر حتى من بعض كبار المسؤولين في الدولة، وهكذا في الشرطة. إذا القضية قضية مضطردة، قضية الفساد نابع من وجود أكو فساد سياسي أيضا، وهذا طبعا الضابط في أي مؤسسة لا يمكن أن يسرق إذا لم يكن متكئ على مسؤول كبير في المؤسسات الدولية. إشكالية كبيرة جدا، يعني هاليوم البلد يعيش يعني وضع أمني بصراحة صعب جدا، يعني في يعني إذا نتحدث عن وجود داعش وأيضا الثغرات اللي موجودة هنا وهناك، يعني أيضا نحتاج إلى تدريب قواتنا الأمنية. لا مو صعب جدا، أعتقد مو صعب جدا. اليوم واقعنا حالنا الأمني أفضل بكثير من حالنا في عام 2014 أو حتى ربما قبل عام 2014. اليوم المؤسسة العسكرية استطاعت أن تتعافى. نعم. واليوم لدينا مؤسسات أخرى عسكرية هي رديف للمؤسسة العسكرية. نعم هنالك فلول، هنالك حواضن، هنالك بقع. نعم. من جماعات إرهابية الآن هي ملاحقة من قبل قواتنا المسلحة، لكن نحتاج إلى إيجاد عمل مؤسساتي حقيقي ينم عن وجود دولة. يعني اليوم لما نتحدث احنا وفق وجهات نظرنا، زين هي لو اكو مؤسسه تعبر عن وجهات نظرنا تترجم الى قوانين والى تشريعات والى ضبط امني، ما نحتاج احنا نستهلك من وقتنا ساعه ربما نتحدث عن وجهات نظر تعبر عن معاناتنا جميعا، كل ينظر اليها من زاويته. لهذا اقول اليوم اذا كانت لدينا مؤسسه برلمانيه اللي هي اعلى سلطه رقابيه في الدوله العراقيه، يجب ان تحاسب القائمين على المؤسسه الامنيه، تعال
بابا ليش هذا بالموصل مثلا يحدث سرقات وفساد وابتزاز وغير ذلك؟ ليش بالأنبار يحدث؟ ليش عمليات القتل والاغتيالات تحدث في الموصل؟ بالمناسبة يعني جناب الشيخ ذكر البعض الذين تسلقوا على معاناة أبناء الأنبار وصاروا محافظين، ترى في تجربة الحكومة الكاظمي هي عبارة عن استنساخ لتجربة الأنبار. طلع أبناء الشعب العراقي في بغداد والمحافظات الجنوبية للمطالبة بخدمات، وإذا يأتي يتسلق البعض ويشكل حكومة والخدمات أسوأ من السابق وفرص العمل أسوأ من السابق، بل حتى رواتب الموظفين لا يحصلون عليها. هذه الانتهازية هي موجودة طبعا، لكن نقطة مهمة جدا، يعني ليش البعض يتخوف من زيادة عدد وجود الناتو بالعراق؟ السبب واضح، لأن الهدف هو مو لأنه قوات ناتو، لأن أمريكا تريد أن تتبرقع ببرقاع الناتو، تريد أن تثبت وجودها حتى تدفع الحرج على الكاظمي وتقول أنا جئت كعضو في الناتو، نعم أنا رئيس الناتو ولكن أصبح وجودي أكثر شرعية من قرار البرلمان العراقي. فالمخاوف من الجانب الأمريكي فقط، مو عندنا مشكلة ويا بقية الدول أعضاء في حلف الناتو. نعم تفضل السيد محمد، تفضل عقب على الكلام. يعني فيما يخص ما تحدث به الأخ جمعة بالأخير، طبعا أنا أتفق معه في هذا الموضوع، أنه اليوم أمريكا بطريقة أو بأخرى، شوفي ما تترك مصالحها في الشرق الأوسط مستحيل يعني، وهذا المصرف اللي صرفته والكذا بهيج بلد ما تضيع بسهولة يعني، ولذلك هي تريد تعزز تواجدها سواء في العراق في تركيا في قطر. لكن استاذ محمد، في ظل الاتفاقيه يعني اتفاقيه الحكومه مع يعني قوات الناتو وزياده هذا العدد، يعني بحسب السيد قاسم الأعرجي يعني تحدث يعني انه وتحدث عن انه هذا العدد او قوات الناتو تمت بالتنسيق مع الحكومه العراقيه، اذا بالفعل تم التنسيق مع الحكومه العراقيه، وين الاشكاليه؟ غير هي الحكومه العراقيه تعرف شنو احتياجاتنا يعني امنيا، لان السيد الكاظم هو القائد العام للقوات المسلحه، واليوم هو ادرى بالملف الامني من يعني اكثر من كل الكتل والاحزاب السياسيه. هو المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحه اكد هذا الشيء وقال احنا هذه القوات هي لاغراض التدريب والمشوره. والسيد قاسم اكد هذا الموضوع، اذا هو اتفاق مع الحكومه المركزيه. طيب لو نريد نكون احنا بدل الحكومه مكان الحكومه شنو نسوي مثلا؟ اذا نطلع قوات التحالف، طيب انا احتاج تدريب، احتاج مساعده يعني مثلا. لا انتم ما عندكم اشكاليه مع زياده قوات الناتو حتى؟ احنا شوفي، احنا اقول لك اياها بكل صراحه، احنا مع ما ترتئيه الجهات المختصه الحكومه بالضبط. احنا ما نعرف، احنا ما نقدر موقف، احنا مو بالشارع نعرف في هذا المكان ايش نحتاج بهذا المكان، ما نعرف ايش قد تجينا اسلحه، شنو نوعيه الاسلحه، ما نعرف المعدات اللي عندنا هي صالحه قديمه مستهلكه، هذا شغل اختصاص. وليش قلت لك انا بدايه الحديث انه يفترض كسياسيين نبتعد عن الملف الامني على اعتبار الملف الامني ملف مهني. يعني انا مو سياسي والله داخل بصلب الملف الامني ومقرر واحدد انه اتعاقد لو ما اتعاقد، مو شغلي هذا. الحكومه وين تشوف اكو مصلحه للعراق سواء بزياده سواء بنقصان. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا استاذ جمعه. يعني ما عندكم اشكاليه اذا الحكومه قررت زياده عدد قوات الناتو؟ لا طبعا، لان هو القائد العام للقوات المسلحه. اولا اكو قرار برلماني يلزم الحكومه بانهاء الوجود الاجنبي، هذا اولا. لكن لو قبلنا وفعلا هي الحكومه هي ادرى من غيرها بتقدير الموقف، ما هي الحكومه التي ادرى من غيرها بتقدير الموقف هي التي قالت سوف اعيد جدوله القوات الاجنبيه وانسحبت قوات تحالف دولي بناء على موافقه حكومه وتنسيق حكومي. والكاظمي الذي هو ادرى بالقوات الامنيه وحاجتها هو الذي قال سوف اخفض عديد القوات الامريكيه، فما الذي تغير؟ هذا الامر شنو الاختلاف؟ هذا الامر يجب ان يسال عنه السيد الكاظمي. الذي اختلف يعني انه الان استجاب للضغوطات الامريكيه لكن يريد ان يرفع الحرج عن نفسه، فجاء بجلباب ما يسمى بتحالف الناتو ويقول نحن نعم نحتاج الى هذا. ربما بسبب الانتخابات، يعني قرب الانتخابات، كل الاحتمالات واردة. بالنتيجة هذا يدل على وجود ثمة ضعف في موقف. ليش ما نصير أعضاء بالناتو ونفضها؟ ليش ما نصير أعضاء بالناتو؟ خلينا نحمي واحدة حتى نحمي الدول اللي لا لا جديات. لا لا جديات جديات، يعني ليش ما نصير أعضاء بالناتو؟ يكون تركيا عضو بالناتو، مدري أي كثير من الدول أعضاء بالناتو، إحنا ما نصير عضو بالناتو وهم
مجال المساعدة العسكرية، الخبرات الكذا، ممكن شكرا نستفاد جزيلا منه. بالختام أشكر ضيوفي، وكنت أتمنى الوقت أطول لكن انتهى الوقت. يعني بالختام عندي كلام، طبعا هذا البلد الأزمات اللي بيه ما تخلص، وما عدنا معين بس الله وأبنائه، مثل سقوط الموصل ودخول داعش. أول من وقف أبناء الشعب سنة وشيعة وكرد، وقفوا زحف داعش. ولما الناس دخلت بأزمة كورونا، الكتل السياسية أغلبها تباوع على الشعب، والشعب هو اللي عانى المحتاج، وبدت الناس توزع مساعدات للمحتاجين والخدمات. الناس بكل منطقة تجمع الناس فلوس بيناتها وتبل الشوارع وتسوي خدمات بدون تدخل الدولة. هذا المواطن المسكين الدايخ، ما تلبس كمامة تتعاقب بدفع 25,000، تسجل سيارة تجيب ضريبة، تشتري بيت لازم تدفع. زين هي الدولة مو واجباتها تعين الشعب بالأزمات؟ أشو إحنا ما شفنا هذا الشيء، بس تشكلون خلايا وتسنون قوانين على المواطن المسكين. والله ما أعلم شلون جاي تفكرون وبيا طريقة تتعاملون مع المواطن. وكلامنا موجه لكل الحكومات من بداية العملية السياسية إلى هذا يومنا. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله. شمس جديد.